بالبرد دوزانت النبي. شرب سعادك، شرب العدس، العدس شرب السعد. لا خلي العدس يقعد، شرب السعد. الله يكثر خيرك، شرب السعد. ابو سعد حبيك، انا من سواليفك الزينه، من علومك الزينه يا اخي. انت ما امرك ذاك النكبه سوالف. اي والله بينك اي والله نفس ذاك مصلف تحت البيت. يجي الفله يا اخوي شخصي. انا والله ما تعشيت للحين عبد القادر. تعشيت اخر شيء اللي دام لك. والله ما تعشيت. انت شوف عشانك تقدر عادي 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 عادي. ترى في تعال تعال، تبي تعشى؟ في تمر، في تمر وفي مراك موجود هناك. قطع من المراكي وكل. والله هذا هذا وجه نكبه. والله العظيم انك وجه نكبه، وجه نكبه ولا هذه بلا. يا اخي خلاص اشر له. ما هذاك من الضوقي، هذاك من الضوقي ما له دخل في اسمه. خلاص ما يبغى لا تكثر. هم سته اللي معي عشان ما يبدا ياكل المطعم. بالعافيه. ما من مطعم هذاك، هذاك من الضوقي يا رجال. ودك ودك الرجال يسنع روحه بدون ما حد يدري، لكن زي اللهب. ودك الرجال اسمع، ودك الرجال يسن عموره. صرت اتغدى على الحجرات وعلى الحجر. تعال انت معنا، قوم قوم قوم. ما بيكم مرقوني يا ما جابني طيب الا انتم، مرقوني. خلوه يجلس جنبي. فيصل ان كان فيها شر عودنا، خلينا نشوف. والله انها فيها طاعه من روح الله. كان فيها شيء عودنا. يا اخي اسمع يا اخي، في جبن شفت اللي جابوه بالليل وفي خبز. ايش العاد شبعان انت؟ كيف كيف شبعان يا اخوي؟ والله برايم موجع قلبي. تبي تدخل تطلبوني 3000؟ هذه ما ابي، انا اتغدى حشره مقرن وخبز. شو اللحن اللي بيركب على الشطر ذا؟ كتاب بالانجليزي ها؟ على ضفاف الذكريات الحزينه. يعني حزن تبي انت؟ ايه. هاي فيصل اقدم. على ضفاف الذكريات الحزينه. اللي بعده شنو؟ يدلو بدلوه لين تتعب يدينه. لا خلنا في شطر، خلنا في شطر في الحيط كي. خلني اسمعك يا كل. طيب اسلم. على ضفاف الذكريات الحزينه. يدلو بدلوه لين تتعب يدينه. الشاعر اللي ما تردى مقامه في طاعة الله ثم رضا والدينه. سلام. ياقف كما تاقف على العز سادات، ونعود الهاجوس شعره يعينه واكبر طموحاته. ما هو بشعر يكتب طموحه اكبر، يلا انك تعينه. يرسم طموحه كل ليله وليله، ويمسح طموحه قبل لا تنام عينه. من صغر سنه شايل هموم واجد، وما بي احد سده خوافي سنينه. ولا انت اللي ماخذ القلب كله محفوظ في قلبه ودمه وجينه. حبيت جيرانك علشان حبك، مع ان جيرانك ثقيلين طينه. هذا ترى كله علشان حبك يا قلب عبد الله وروحه وعينه. سبحان رب سخر القلب عندك وغيرك، لو انه يروح ما قلت وينه. ولو بس تدري في سجوده وش يقول، اشياء تحفظ بين نفسه وبينه. ومع كل هذا رجل عنده كرامه، والاحواله بزينه ولا هيبة شينه. وباقي علومه لا تدور وراها، حزين ودايم ذكرياته حزينه. سلام سلام. كيف الشطر الاول؟ على ضفاف الذكريات الحزينه. شوف له لحن زين. ارحبوا احتاب. شو يقول ضيدان؟ مرحبا لبيه يا زين ما انت زيي. ايده كله ايده كله ايده كله. ادري شو يقول؟ لا تحديني على وقت معين وانا وقت فات. لا تحديني على شيء معين وانا وقت فات كنت بتاع كله. مو بجيبنا والله. شايف عليه من ورا كذا عرفت؟ والله اني بين اسود. بين اسود والله اني بين اسود. اسود على الشطر على ضفاف الذكريات الحزينة. اسود تتغذى على الاصابع. لا ما حط اسود. اسمع نتكلم عشان الموضوع. يلا يلا كلام اليوم على ضفاف الذكريات الحزينة. هنيه اي والله اليوم اكل خبز ويابس. يدلو بدلوه لين تتعب يدينه. ليش فيك يدلو؟ ايش موجود هنا قدامك؟ منو غير تدخل القلب؟ يجي عليها الحل مثل كذا. لا 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 يا لا 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 لا. جبح على ضفاف الذكريات الحزينة. يدلو بدلوه لين تتعب يدينا. الله الحبيب عطنا. طيب عطنا شو اسمه.
قرة القلب. يا قرة الأمنية. تكفى يا الدائرة. أنا البيت البيت الأول ذا يا أخي مسبب لي المشكلة. لبيه لبيه. وش الشيلة اللي لا أنا بم... وش الشيلة اللي سألتك منها اليوم؟ الشيلة اللي سألتك منها اليوم؟ مقرن مقرن. إيش؟ نبي قرة القلب. يلا. كيانا. خل خل. هو هذا. تحمل لي. أسمع. أبشر. بعد مقرن. خلص مقرن. ضروري. أبشر. إيه. يا قرة القلب ما ادري قرة امنيات الله يا ذكريات العام عيد الفطر العام عيد الفطر وشلون بنسى غلاك وكيف يصبح شتات غلاك والقلب مثل دائره والقطر الدائره والقطر يا قرة القلب مدري قرة الأمنيات الله يا ذكريات العام عيد الفطر وشلون بنسى غلاك وكيف يصبح شتات غلاك والقلب مثل الدائرة والقطر صار الشوق بعدك من جميع الجهات وقول يا ليت وصلك مثل ايها صرع الشوق بعدك من جميع الجهات وقول يا ليت وصلك مثل ذكرك عطر مثل ذكرك عطر بين الأمل في لقاك وبين ما فات مات يجيبك الوقت ولا يجيب ربي مطر يجيب ربي مطر وسلامتكم سلام سلام يا عليك يا ابو منيره يقولوا مشاهداته 6 مليون يا شيخ الله كريم تستاهل يا سلطان انت ما فنجالي ابو سعد طالب مني مقطع مثلا مثلا يا شباب خلنا نسمع ابو تفضل يا ابو حاضر شوف فيصل أضحك أنا للغير وأبكي على روحي أضحك أنا للغير وأبكي على روحي كني كسير الطير هايم ومجروحي وجامل العذال لا يكشفون الحال أجامل العذال لا يكشفون الحال صابر وصبري طال هيم علي روحي صابر وصبري طال هيم علي روحي وضحك أنا للغير وابكي على روحي كني كسير الطير هايم ومجروحي سلامتكم يا سلام عندك شيء منا منا عندنا ايش تبي انت يا مقرن انا اريجك وش فيك لبيه انا هرجك تكفى مقرن معك 5 مليون انا ما تعشيت وش تبي؟ ابشر ابو سعدك يا ولد كل من يدي يا ولد كنا ناكل لحمنا من اول يا بيدك يا يدك كلها ملك عرفتك يا العقرب ابو حاضر هذه الراس يا ولد شوف هذه ما خليت عندي كورس في البرايم لا والله شباب دروس ابو ربيع اي واحد يجيك على القدر مليان اللحم ومرق اي واحد يجيك مليان لحم ومرق اي واحد يجيك يقول لك والله انا ذاك ما في لا الا والله والله انه مليان تعيش ومنشط بقريح والله اللي ساعك المطنش والله والله ما لا طالب انقلع طالب انقلع الرج ايش بك يا ولد روق المنقل تفضل خلاص لوز ها
عطنا الكروس، ايش عندك كروس مدري؟ سلطان ولد رحت عش فيك سلطان كروس ولا مودريتش؟ سلطان ماي جاد انها سلطان سمي ما يفهمون لازم تفهمها علشان تضحك. كروس لاعب في ريال مدريد، اللاعب اللي جنبه مودريتش، فهو قال لي كروس يعني كو يعني يقصد كروس اسمه كروس. قلت له كروس ولا مودريتش؟ ايوه الحين ضحك تو فاهمه. سماكيه بالصيد، سماكيه بالصيد كان هذا بالصيد. وش خير؟ ايش في زعلان سلطان؟ انا كله يا شباب انا كله تهون لاني بس تقف جنب سام الجعود. لا اوف يا انا وقفت مقري كان مرتاح مستانس يوم وقف. لا والله ماني تغير 180 درجه والله ماني بكذب عليك. من كله وقفت مع واحد ثاني غير سعيد ماني بحزن ذا الحزن والله. الله يسامحك والله الناس. لا والله اتكلم جد مقرن. انت فهمت غلط. يقول كان مقرن مستانس وضعه تمام بس يوم وقفت تغيرت علومه. يوم تجاوب على الاسئله عادي عندك. اللي كاتبه الله بيصير والله. لا لا انت ان شاء الله غالي. ثقافتك حلوه. يعني ايش تبغى؟ انا اقول لكم الغلط. والله ابراهيم لا يعرف لا غيره. والله سعيد كلنا له في قلبنا شيء. سعيد عز الله له شيء. فانا كان وضعي ذاك اليوم شين اني انا اللي معاه في المنافسه. اللي ذبحني يوم جاء جلس كان ابغى يصير شاطر. ايوه تدري ايش اللي يذبح الرجال يا اخوي؟ مدندس. كنت جالس انا وياه هناك وفيصل شاهد. حلو 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 هذا العسل. فكنا جالسين انا وسعيد وفيصل شافي. الا الا انا وفيصل شوي لهم جاب جالس قال يا رجال من اللي يتوقعون بيطلع اليوم يا رجال؟ يا والله ترى يا جيل يوم طلع اليوم نفسه ذاك اليوم تدري ايش يقول؟ يا اخوي ينشدني ابو جليل ينشدني ابو سعد وحنا هناك يقول من هو اقرب واحد؟ قلت والله كلهم جابر. لكن سعيد عندي والله والله اني اسال. قلت من اقرب واحد لك؟ نبه كلهم غاليين لكن ميا ويقول ميدي نبوي يا رجال ابو سعد والله احنا والله والله اللي ملزمت هذاك اليوم والله ما هي بلزمه حميه في ذمتي دراهم محبه في الله. مقرن يقول لي قبل لا يطلع خمس ساعات ابو سعد تركبنا انت زي اللهب يا اخوي انت ايش فيك؟ رحنا ذبحنا الضوقي يقوله يالله خله بكره قال مقرن اطلع ما اطلع. يوم ابراهيم معيدي طلعنا واحد واحد كلهم طلعنا ما عاد بقى الا انا وسعيد وبحور والعيال كانوا يطالعين يمكن عددهم سبع. اقسم بالله اني قلت خلاص ما عاد ما في يعني ما والله العظيم واجي اقول ما من اللي باقي ما طلع تسمعني مقرن من اللي باقي ما طلع قلت انا وياه يا حبيبي وبحور سبحان الله يوم جاء دوره له طالع برون بنشتكم يا ربع صباحي الحين هو الريال كان ميت ترى الريال هني ملاقينا باحتر الريال الريال احنا دارين يا يا جاب خلونا نسولف سولف بس, بس, يعني بس والله من حزن والله سؤال ترى طين عتر الرجال خذت المحبة ربك غريبة عزوم أحبك وانت وشاشي ماني بملزوم يا شباب هل تعلمون لماذا تشب النار؟ هل تعلم انك مع السماجه صرت تقطع السوالف؟ هل تعلم انك السر ما ادري شنو؟ والله انت زاد عليك والله سجاد محرابك وجه ذكرب وانا اليوم حمد ربي انا مراكش لرب والله حمد والله يبغانا جلسه معك حمد صوتك حلو والله العظيم انها من غير انه من غير كره ما ودي معكم ما ودي معي هنا منكم الا اثنين وان الباقيين في كل قاع واصقع هذه القريه الله يبيض وجهك منهم يرحم والديك طيب عشان نقول على كبدك يا ابو عبد الله والله الا افهموها يا شباب يا عبد الله يا شباب نقول زين يا ابو خير جلسني يا من بروح تروج اغير ملابس يا شباب معلوميه تدرون ليش البراد ذا لونه احمر؟ بالله يعطونا سالفه خلوه قمنا يلا يلا يعني اروح ابو منيع الله يبدلك بصحتك غير ابو منيع خارب لوكيشن اخر يجي وخر ان شاء الله تطلع يا مسكت ان شاء الله ابشرت خلنا نسمع سالفة الريال هذين هنا والله جالسين على كبدك يا ابو عبد الله الشيله ها جالسين على كبدك ما احنا مرحبا والله مس كمل الشيله بغى يجلس مرحبا هم غير ما يجلس كمل الشيله اللي يجيني والله يا ذكريات العام الله سمعنا شيء نبي نسمع يا اخوي خلص اذا التقينا يوم ولا عرفتيني بنغلاديش إذا التقينا يوم ولا عرفتيني فلا عليك لوم فلا عليك لوم شاب الزمن فيني شاب الزمن فيني شاب الزمن فيني
الله. أنا الهوى الغايب الله. أنا الخصم أنا الهوى ما كذا فلاح المسرد يوم قال ذيك السالفة. أنا اللي كان هيك الزمان لا مقرن أنا على البال لا اصبر لا 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 كل التفاصيل اقرب الناس انت يا نظر عيني وبعد الناس انت وانت في عيني اقرب الناس انت يا نظر عيني وبعد وبعد الناس انت وانت في عيني منك احلى محبه عاشها قلبي ومنك جرح الهوى يا ما تلعبي منك جرح الهوى محبه عاشها قلبي ومنك جرح الهوى يا ما تلعبي أقرب الناس أنت وبعد الناس أنت خلي عنك التعالي واتركك منه ما يفيد الغرور ما يفيد الغرور ما يفيد الغرور اللي معاك منه عشق ما جرح قلبه ولا شاله يا لا 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 يا لا 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 الثانية طال عمرك اللي يقوله عطنا جمرة الشوط لا لا عطنا جمرة الشوط صلى على النبي منبع السعادة واحد على الشوط لا في واحدة حلوة زين بالك طال والله ما ادري كان افا افا والله لا في واحدة حلوة والله طال في واحدة حلوة وما انت فاهم يا غلا من مر بعيون عاشقك سلم امره للغرام شفت فيك العمر يا القلب الحنون من عرفتك وانا عايش فيه ايام انسى العالم ولهم يزعلون ما عطيت اليوم غيرك اهتمام عجزت عيوني على غيرك تمون ما عرفت انطق لغيرك بالسلام عجزت عيوني على غيرك تمون ما عين اليوم غيرك اهتمام عجزت عيوني على غيرك تمون ما عرفت انطق لغيرك بالسلام يا معشر اللي على والقمر ساهرين ما مركم عود موزن في علو وثمار الحب مثل العبادة وانفس المؤمنين أشرها ما نفرها خيرها مستمر ويا ليت روحي على روحك تذوب وتلين يا ليت روحي على روحك تذوب وتلين وانا تكون سحابه وانهمر وانهمر وانا تكون سحابه وانهمر وانهمر في شيله والله بتسمعونها ها بتسمعونها بس اللي حسيسه مرهبه لا يسمع ترى بيتعب بس في حاجه السلام يا منشدنا الغالي محمد بن جخير
بس يا مقرف بس لا في وجه الله لا لا والله وجهناه بهالله والله العظيم وجهناه بهالله والله العظيم يا والله تكون ايش انا حلفت بالله عبد الله عبد الله شوف انا والله يبغى يطق الجلسه صدق انا والله عجبتني الجلسه والله عجبتني الجلسه يا عبد الله يا ابو سعد بس انا ملاحظ حاجه يا عيال في مقرن يا ابو سعد يا كثر ما تلاحظ انت اسلم يا ابو انا شخص يا ابو سعد يا ابو سعد طالب 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 مقرن احس ان صوتي تغير مو مثل اول ما زان والله ما عاد زان يا رجل وش اسوي احس انا خشن كل ما يا اخي صرت ما اقدر اغني بيتين الا يبدا البلغم يطلع ولا ادري من يجي البلغم شو اسوي طيب طيب والله والله اني قاعد نقرا على نفسي عقب كل صلاه نبي فيصل شافي وجابر قبل الحديث والله عندي بس عندنا صوت والله لا تكلم عن نفسك تكلم عن نفسك تعال اتكلم عن نفسك انت لا ترى الموضوع انا خليني نشز فيكم طلال بعدين اجيك لا لا انت اطلع الموضوع فيصل والله لا لا اقلعك محمد مطير محمد سمع اي شيء سمعتك انا عارف وزنيه محمد مطير خذيت قلبي وش لقى قل لي قل لي يلا ديما من تقى انا وصلت المنتهى طلبتك طلبك طلبك ايوه كمل يلي تجونا غنم غنم اوكي خذت قلبي وش بقى قل لي قل لي لا تتقي ما منتقى والله كمل قل لي متى وقت اللقاء انا وصلت المنتهى تعبت جامل وضعنا والله والله إلى متى يا دربنا هموم شاريه وعنا أنا وصلت المنتهى جابر خذيت من قاطع يا الله فيصل شافي لا والله ما صوتي لا هو بزين فيصل شافي ما لكم اسمه يا طلال بس انت نرجع لك ما باكل جو عليكم والله لا تتقي ما من تقى سلام تعال يا براش سلام تعال تعال براش طالبك تجي بليز كم هير تعال براش تعال هنا تعال افا تعال تعال مكاني يا براش وانا جاي لا اجي سجل بجيك السنه يا ابو راشد اجي سنه لا لا كل سيره كل واحد ما في خاطره بشيله